محمد المطر الرئاسة المشتركة لمديرية الأفران بالطبقة. أنهت لجنة الاقتصاد بالطبقة مشروع الفرن الآلي المركزي وفق دفتر الشروط المطلوبة، حيث أنه تم تجهيز الفرن الآلي بخطي إنتاج حديثة. الطاقة الإنتاجية لكل خط 5 طن يوميا، علما أن هدف المشروع هو تأمين رغيف الخبز وفق الجودة المطلوبة والمناسبة، أيضا لحل مشاكل توزيع مادة الخبز وأوقات التوزيع للأهالي. الآن الفرن هو في مرحلة التجريب النهائي، علما أنه تم إنهاء مشروع توريد الآلات كامل، والآن هو في مرحلة التجريب، حيث أنه تم تجريب المرحلة الأولى وكانت نسبة النجاح جيدة. تأخر تنفيذ مشروع الفرن الآلي تعود بسبب الحصار المفروض على مناطق الإدارة الذاتية. بلغت التكلفة الإجمالية للفرن الآلي من بناء وإنشاء وتوريد آلات 247 ألف دولار أمريكي. خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم وضع الفرن الآلي بالخدمة، وسوف توضع خطة توزيع الخبز وفق المخصصات عن طريق المناديب معتمدين من قبل مديرية الأفران.